سيدات والساده النواب، سلسله الزيتون بالفعل تاثرت بتوالي سنوات ديال الجفاف، وهذه السنه حتى في المناطق المسقيه الارتفاع ديال درجه الحراره خلال فتره الازهار اثرت على المردوديه. هذا الشيء ادى الى انخفاض انتاج ديال الزيتون، واللي من المرتقب انه يوصل هذا الموسم 950 الف طن، اي انخفاض ب 11% بالمقارنة مع الموسم الماضي و 40% مقارنة مع سنة عادية. ومن المرتقب أن يبلغ إنتاج زيت الزيتون إن شاء الله 90 ألف طن، علما بأن معدل الاستهلاك الوطني كيتراوح بين 130 و 140. أمام هذا الوضع قررت الحكومة من أجل تمويل الأسواق الوطنية واستقرار الأسعار، أولا تعليق رسوم استيراد زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة والتي ستخضع للمراقبة الصارمة ديال لونصا، ثانيا ضبط تصدير زيت الزيتون من خلال منح رخص تحدد الأنواع والكميات المسموح بها. شكرا. يعني ما تبقى يعني الخصائص اللي كاين في المملكة المغربية في هذه المادة هذه، سيد وزير، الطلب ديالنا هو والطلب الملح هو اولا خاص يكون ثمن مناسب في الاسواق المغربيه، ثانيا خاص يدار واحد الدعم بشكل مباشر على الناس اللي كانوا كيمارسوا في هذا الانتاج زيت الزيتون، لانهم هما كلهم ضروا بهذه السنوات. الزيتون وصل ل 15 درهم، المغرب الاخضر قام بتحويل مليون هكتار ديال الحبوب لزراعه اشجار الزيتون، سبع سنوات هذه لا اثر، 6 مليار درهم تم استثمارها في زراعه الزيتون. والوزارة كتستورد أصناف لا تصبرش الجفاف. سيد الوزير، أنتم طالين على الخابية ومختصين في مجال الري، وإذا شنو العائد ديال هذه المشاتل اللي دارت لها في هذا المجال هذه؟ شكرا سيد الرئيس. أنا هذا الشيء اللي تكلمنا عليه هو فقط إجراءات ترفية لاستقرار الأسعار في الأسواق، ولكن طبعا احنا عارفين الأهمية الاقتصادية والاجتماعية ديال هذه سلسلة الزيتون، وغادي نعملوا على مواكبة المهنيين والفلاحين باش الإنتاجية والمردودية إن شاء الله ترجع للمستويات ديالها العادية، خصوصا إذا كمل الله بأبطال الخير اللي بدات في هذه الأيامات. شكرا.